أربعة، ما بعد الغرب نهاية النظام العالمي الجديد؟ مؤتمر ميونخ للأمن من أهم المؤتمرات في العالم، هذا المؤتمر اللي فيه كل هذا الجدل عن تقسيم أوروبا أو الخطر على أوروبا، نائب الرئيس مايك بنس اتكلم، نائب الرئيس الأمريكي اتكلم على الناتو لكن ما اتكلمش على الاتحاد الأوروبي، فالأوروبيين قالوا يبقى الأمريكان مش عايزين أوروبا موحدة. إنما النقطة التانية المهمة جدا إن فرنسا قالت يا جماعة ده أوروبا المكان الوحيد اللي معقول في العالم، وزي خارجية ألمانيا قال ده المنطقة الوحيدة اللي فيها سلام وازدهار وأمن اجتماعي ولنا دور كبير جدا. الموضوع يبان كأنهم بيقول الأمريكان نرجوكم ما تقسموش أوروبا ولا تربكوا أوروبا. لكن لافروف وزير خارجية ألمانيا طلع وقال جملة في منتهى الخطورة، قال النظام العالمي انتهى والنظام الليبرالي العالمي انتهى والنيتو مؤسسة من زمن الحرب الباردة ولازم نعمل نظام عالمي ديمقراطي عادل قايم على البراجماتية النفعية والمصلحة وقايم على الاحترام المتبادل، وسمى ده ما بعد الغرب. يبقى كان في نظام عالمي بيقود الغرب، في رأي لافروف وزير خارجية روسيا النظام العالمي ده انتهى ودلوقتي احنا في نظام عالمي جديد أو ما بعد الغرب.